بنبارك لاتنين من نجومنا اللي شرفونا ورفعوا علم مصر، ودايما في البطولات العالميه والبطولات الاولمبيه والبارالمبيه حلمنا بيكون رفع علم مصر وسماع النشيد الوطني، وحتى لو حد من النجوم واقف على المنصه بنبقى عايزين نطمع اكتر، وان احنا نلاقي لا مش عايزين مثلا برونزيه، مش عايزين فضيه، لان احنا عايزين نشوف العلم المصري هو بيترفع والنشيد الوطني لانه بتاع المركز الاول بس هو اللي بيتلاقى. فلذلك احنا بنبارك لمحمد المنياوي حصوله على الميداليه الذهبيه لرفع الاثقال او ناش مصر، وقبل ما كمان انه تبدا البطوله البارالمبيه او دوره الالعاب البارالمبيه كان لينا مداخله هنا مع مدرب مصر لرفع الاثقال، وقال لي بالتحديد كده احنا متوقعين للمنياوي ميداليه، متوقعين لرحاب رضوان ميداليه، متوقعين العديد من النجوم من او ناش مصر ميداليات. بالفعل صدقت هذه التوقعات، ودي بتبقى بترجع طبعا قياس المنافسين بالنسبة لنا ومعرفة قدرتهم وإزاي انت بتلعب عليهم، لأن انت بترفع وزن فبتقدر تعرف انت قدراتك من قدراتهم، تقدر ان انت طول الفترة اللي ما بين كل الدورات البارالمبية ان انت تمرن لعيبتك عليهم، وده بالفعل اللي احنا عملناه بدراسه طبعا وبتعب وبجهد. بنحيي عليه محمد المنياوي، وايضا بنحيي عليها كل القائمين على تدريبه، وايضا الرعاه ويعني وزاره الشباب والرياضه. وزن 59 كيلو جرام كان في منافسه شديده جدا، وقدر ان هو يرفع اوزان 194 198 و201، ودي اول بطوله بارالمبيه بيشارك فيها المنياوي. كمان عايزه ابارك لرحاب رضوان، ولكن طبعا التحية الأولى اللي احنا بنوجهها للمنياوي. بصوا فرحة المنياوي كان شكلها عامل ازاي، وعايزة اقول لحضراتكم يعني المعلق الاجنبي اللي كان بيعلق على الفيديو اللي احنا شفناه ده قد ايه كان سعيد جدا بالانجاز اللي عمله اللاعب، واتكلم طبعا واشاد بيه بشكل كبير جدا، وفرحة المنياوي وايضا المدرب لا توصف. وكان معانا قبل البطولة زي ما قلت لحضراتكم كابتن شعبان يحيى الدسوقي، وهو بطل من الابطال العالميين والبارالمبيين وعلى مستوى العربي والافريقي، فطبعا طبعا لما يبقى عنده 5 ميداليات اولمبيه اكيد بيبقى عارف شكل المنافسه عامله ازاي، وقريب كمان سنه لانه لسه مبطل، قريب سنه من اللعيبه، الى جانب طبعا الخبير الاجنبي اللي معاهم هو الخبير التشيلي. كمان تحيه واجبه لرحاب رضوان اللي هنشوفها كمان في الفيديو معانا ده، حصلت على الذهبيه في منافسات رفع الاثقال في وزن 55 كيلو جرام. رفعت اوزان 117 121 و122، ورحاب رضوان كمان قبل البطوله الكل كان متوقع ان هي تحرز ميداليه. والجميل مثلا ان احنا نقول ايه، احنا عندنا ابطال فلان وفلان وفلان وتوقعات ان هم هيحرزوا ميداليه، فبتكون مثلا ايه المشاركه الاولى مثلا لاي لاعب او اي لاعبه ممكن يقول لك ايه ده داخل ينافس على البرونزيه، وممكن يشهد مثلا منافسة قوية جدا وحماسية وما يقدرش يحرز ميدالية، ولكن هيكون قريب مثلا وممكن يبقى في تمثيل مشارك. لكن الجميل مثلا ان اول مشاركة لأبطال ان هم يحرزوا فيها الميدالية الذهبية ويكونوا على قد المسؤولية. طبعا لما يرفع علم مصر يبقى هناك النشيد الوطني.